كابتن ياسر اهلا بيك. الله اهلا بحضرتك يا كابتن عادل، هتعمل لي كمان كتير. اهلا بيك والف الف مبروك. الله يبارك فيك. بحكي له انك انت جيت قلت لي انا قعدت على الكرسي ده من 7 8 سنين. من كام سنه يا ياسر؟ إيه؟ الصبح وانت بتقول لي انا قعدت على الكرسي ده من 10 سنين. من 10 سنين. ايوه كنت انا والدي لما جينا لحضرتك قعدت على الكرسي من 10 سنين. الموضوع كان شغال معانا. شوف طيب، من 10 سنين دخلت يا ياسر النادي الاهلي وانت ناشئ ساعتها، وظروف كتيره ما خلتش ده يتم. النهارده كل حاجه تمت وانت دخلت النادي الاهلي كلاعب في النادي الاهلي، زي ما احنا عارضين دلوقتي تفاصيل اليوم الاول ليك في النادي الاهلي. قول لي مشاعرك بالظبط ايه، لان انت الحقيقه الناس كلها اهتمت من يومين. انت قلت او اتقال ان انت هددت بالانتحار لو ما وافقوش على رغبتك للعب للاهلي، ده صحيح؟ لا طبعا، لا طبعا، هو انا طبعا شرف لاي لاعب يدخل النادي الاهلي طبعا، وده حاجه كبيره تتحط في التاريخ، تاريخ اي لعيب طبعا. انا الاول حابب اشكر الباشمهندس فرج عامر والكابتن عطاء حنفي ان هم ساندوني وساعدوني ان انا اخد الخطوه دي في ظهري بشكل ايجابي. طبعا انا لازم اتحقهم واشكرهم. النادي الاهلي طبعا انا النهارده الموضوع كان شغال معايا من شهر بالظبط، كابتن سامح حفيظ قعدنا مع بعض قعده واحده من شهر، اتفقنا على كل حاجه. اتفقنا على كل حاجه، هي القعده الوحيده اللي قعدنا فيها خلافا الخلاف بتاعت قعده النهارده. اتفقنا مع بعض على كل حاجه ومشينا بسيستم معين. انا اتحطيت تحت ضغوط والله العظيم غير عاديه بسبب موضوع الاهلي، بس اللعيب اللي بيتمسك بالفرصه دي مش هتجيلي تاني بصراحه، واي حد يتمناها. مسكت فيها وكان عندي طموح ان انا ادخل النادي الاهلي، والحمد لله ربنا حققها لي وحقق لي طموحي. يا رب اقدر اعمل اكتر حاجه ان انا اقدر ارفع جمهور النادي الاهلي، دي اهم حاجه، مجلس الاداره باذن الله. الضغوط اللي انت تعرضت لها كانت عشان تنتقل للزمالك، لان انت واحد من الناشئين اللي لعبوا في الزمالك، مش كده؟ انا عايز اوضح حاجه بس، انا اصلا من ناشئين المنصوره. تمام. الزمالك. تمام. ما كنت رايح نادي الزمالك، اتبعت فتره كنت تأيدت ناشئين بس كنت رايح درجه اولى. لكن انا بيتي اصلا في الاصل المنصوره. المنصوره. يعني انا من الناشئين، ولعبت منتخب الناشئين وانت في المنصوره. بالظبط كده، لكن اتبعت من المنصوره لنادي الزمالك على الدرجه الاولى على طول مش على الناشئين. انا حكيت الكلام ده. وبعدين انت قعدت قد ايه في الزمالك؟ قعدت قد ايه في الزمالك؟ انا قعدت سنه ونص بالظبط. بابا اول ما جالي بابا مشيت طبعا. انا هو خلاص نادي الزمالك فرط فيا، وانا بشكرهم ناس محترمين، وما كانش ليا اكل عيش هناك، ومشيت رحت قعدت 5 سنين في سموحه. الحمد لله قدرت اثبت وجودي واثبت نفسي في وسط كوكبه محترمه هناك من اللعيبه ومن مجلس الاداره، ناس لهم كل الحب والشكر بصراحه. قدرت اثبت نفسي هناك في اللعب واوريهم ياسر ابراهيم يعني، والحمد لله ربنا اكرمني، قدرت اثبت رجليا في الملعب سنه عن سنه لحد ما ربنا اكرمني الحمد لله ودخلت نادي القرن. طيب قعدت مع كابتن سيد عبد الحفيظ قعده قبل كده وتم الاتفاق على كل التفاصيل، لكن في مرحله العمليه بعدت مش كده؟ في مرحله العمليه بعدت طبعا، والضغوطات وعلى النادي وعليا بس هقول لحضرتك والله حاجه يا كابتن عادل، اللي بيتمسك بحاجه وعايز يوصل لها والله لازم يوصل لها. بالظبط. ودي الحاجه اللي فعلا خلتني والله كان عندي امل في ربنا كبير باذن الله الموضوع ده هيخلص باذن الله. الحقيقه يعني طبعا هقول الحاجه يعني، لان احنا كنا موزعين الادوار شويه. هو وكيله انور شلوفه. وانور تعب جدا في الموضوع ده عشان يحقق له رغبته. ويمكن كان بيحصل بينه وبينه 4 5 مكالمات يوميه. ده كابتن عدلي ده كنت المجهول والله. بصراحه كابتن انور شلوفه تعب تعب تعب، ما كانش بينام خالص. وكل الموضوع ما يهمد يعني هو اللي يحييه تاني، يحييه بطريقه تانيه. ويعني ولا طلب احمر ولا ابيض من النادي الاهلي. فانا بس حبيت ادي الراجل حقه يعني. صحيح. لا 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 كابتن انور شخصيه نظيفه ومحترم جدا فوق الوصف والله، انا اتكلم عليه والله ما اقدر ادي له حقه بصراحه. طيب قابلت زمايلك الجداد النهارده يا ياسر مش كده؟ قابلت زمايلك الجداد النهارده، بقى ايه تفاصيل اول لقاء ليك مع لعيبه الاهلي في النادي الاهلي؟ لا لا انا لسه ما اتقابلناش مع بعض. ما كانش الفريق موجود؟ لا لا هم كان عندهم تمرين خلصوا وراحوا المعسكر على الاسكندريه. حد اتصل منهم بيك؟
كلهم صحابي طبعا، وكلنا لعبنا مع بعض منتخب شباب وحلو مع بعض، وفيهم اربعه خمسه كانوا بيلعبوا جنبه في سموحه. بكره هتكون يعني اخوات، بكره هتكون في الملعب؟ لا باذن الله اروح الماتش، لو قدرت اروح الماتش باذن الله اروح. هتروح تتفرج، هتروح تتفرج بين الامس واليوم، مش عارف دي فرقتك ودي اللي فرقه جديده. والله بتمنى التوفيق باذن الله، ده اهم حاجه، ربنا يكرم سواء كده او كده، ربنا يكرم يا رب ويبقى ماتش كويس باذن الله. حسيت بفرحه جمهور الاهلي بيك؟ طبعا طبعا، اليوم عامل ايجابي كبير، ودي كل مهما خطوه بصراحه لما كنت بشوفهم على السوشيال ميديا بيتكلموا ازاي ويتكلموا في حق ازاي، كانوا بيديني ارجع خطوه بصراحه، كانوا بيديني دفعه 100 خطوه والله قدام بصراحه. واجيبهم ده باذن الله، جميلهم ده في رقبتي، وهرد في الملعب ان شاء الله. هو ده الكلام. شكرا جدا يا ياسر وبالتوفيق. شكرا جزيلا للكابتن ياسر ابراهيم لاعب الاهلي الجديد واحدث صفقه تدعم خط الدفاع يا باشمهندس.